خلال عطلة نهاية الأسبوع تجمع العشرات من المصريين الأمريكيين أمام مقر البعثة المصرية الدائمة للأمم المتحدة، وقاموا بمسيرة إلى مقر القنصلية العامة في نيويورك، ووجهوا رسالة إلى المجلس العسكري في مصر ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. واتفق المشاركون على أن محاكمة المدنيين عسكريا تتعارض مع مبادئ وأهداف الثورة المصرية، وذلك لضخامة العدد وعدم احترامها للكرامة الإنسانية للمواطن المصري الذي قامت من أجله الثورة وحقه في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. بسبب عدم شفافية النظام ما عندناش فكرة بالظبط كام واحد، بس هو احنا اللي عارفين عنهم 12000 ده رقم ما ينفعش اللي بيتحكم قدام محكمة عسكرية، ده واحد ما عندوش محامي، واحد ما فيش ناس يعني الحكم بيحصل بطريقة غير شفافية اطلاقا، واحنا عاوزين شفافية في العدالة. كفاية اهم هدف الثورة هو موضوع حفظ كرامة الانسان المصري. المحكمة العسكرية مما لا شك فيه هي بتهين كرامة الإنسان المصري، بتدرسه فرصة ان هو يكون لي محاكمة عادلة امام القاضي الطبيعي بتاعه. احنا بنتضامن مع المحكوم عليهم عسكريا، المدنيين المحكوم عليهم عسكريا في سجون المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير. في الحقيقة ما توقعناش ابدا ان احنا نلاقي العدد الرهيب دوت موجود في سجون العسكر بعد ثورة راح فيها 1000 شهيد و1500 مفقود و5000 مصاب. وحول القرار الأخير للسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات في مصر، أوضحوا أن المعوق لممارسة هذا الحق عدم قدوم لجنة الرقم القومي إلى نيويورك، حيث يوجد أضخم تجمع للمصريين في أمريكا وطالبوا بقدومها. مصر أن أنا أعمل رقم قومي، وشيء هيشرفني أن جيت النهاردة مع أولادي وأسرتي أن عايزين كلنا يكون لنا مشاركة في موضوع الانتخابات المصرية. نتمنى أن اللجنة الآن في واشنطن دي سي تأتي لأكبر تجمع المصريين في أمريكا في الساحل الشرقي على الأقل في نيويورك، وأن هم يقوموا بعمل أرقام قومية لكل الراغبين في هذا الأمر. وأبدى البعض بخوف من عدم الثقة في العملية الانتخابية وطلبه بوجود مراقبة دولية في مصر حتى نضمن نزاهة العملية ووجود رقابة شعبية في السفارات والقنصليات، كما أبدى بعضهم عدم رضاؤه عن اتساع الدوائر الانتخابية مما سيجعل من الصعب على الشباب تحمل مصاريف الدعاية في الدوائر المتسعة. بالنسبة للانتخابات احنا في يعني دواعي للقلق كبيرة في موضوع الانتخابات، حابين ان يكون في تضمين من نواحي متعددة موضوع نزاهة الانتخابات. احنا طالبنا اكتر مرة يكون في مراقبين دوليين يدخلوا مصر عشان يشهدوا على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها. حابين الانتخابات هنا اللي هتتم في السفارات يكون ليها نفس المصداقية، يكون عليها اشراف شعبي ايضا، ما يكونش بس اشراف رسمي. طبعا هنتخب، وانا هبقى فرحانة جدا ان انا بنتخب في بلدي لاول مرة في انتخابات نزيهة، وانا مهم عندي جدا ان كل المصريين في كل انحاء العالم، لان احنا مصريين معتزين بمصريتنا ومعتزين ببلدنا ومعتزين بثورتنا، وعاوزين ان احنا نشارك في فعلا الثوره ما كملتش، بس احنا لما يبقى عندنا انتخابات ديمقراطيه مره واثنين وثلاثه ساعتها تبقى الثوره كملت، ساعتها تبقى فعلا بلدنا ديمقراطيه، ودي حاجه قمه في الاهميه واحنا عاوزين ولازم ان احنا نشارك فيها. جدا هم عملوها عمدا على اساس شباب الثوره لا هيعرف يصرف على ادعائه الانتخابيه ولا هيعرف ان هو يحقق نجاح، فهم حكموا عليه بالفشل من قبل ما يبتدي. وتنتهي المظاهره بمطلب المصريين الامريكيين في نيويورك برحيل المجلس العسكري وتسليمه السلطه. أحمد فتحي، نيويورك سيتي.